قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والصلاة والسلام على رسول الله، حيث قال: الزواج سنتي، فمن رغب عن سنتي فليس مني. آل أبو رموز الكرام، هذه الجاهة الكريمة من آل الفاخور وأقربائهم وأنسبائهم وأصدقائهم ومن جاء معهم، جاءت لاستكمال مراسم الزواج، زواج الشاب الأديب مسعود ابن السيد الفاضل جمال الفاخوري على الآنسة صاحبة الصون والعفاف سمر بنت السيد الفاضل عايد أبو رموز، راجين منكم الموافقة. تفضل يا حاج. تفضل يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابة الغر الميامين وعلى من سار على نهجه واتبع هديه إلى يوم الدين. حياكم الله وبياكم، حللتم أهلا ووطئتم سهلا، طبتم وطاب ممشاكم، تبوأتم من الجنة في منزل، طلبتم مجاب، بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير. هذه أمانة طلعت من الآن وصارت فلاح، نسأل الله أن يعينكم على ذلك. حياكم الله يا شيخ. بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما على خير وبسر أسرار الفاتح. مبروك مبروك. هاتوني قهوة. وين؟ هاتوني هات.